قلنا نتكلم عن اسرائيل كثير، بطلنا خايفين، هلا صرنا خايفين والاسلاميين دخلوا في الحكم فصرنا خايفين من ايران. ففي معضله انه عندنا في الحكم، اليات الحكم وفصل الحكم والسياسات الخارجيه كله مطلوب. الخوف الان انه يكون التوجه والكلام كله نحو اصلاح سياسي وانتخابات وامور ولها علاقه بالمشاركه وهي مطلوبه، لكن هذا لن يولد مؤسسات حكوميه قادرة على تقديم خدمات حكومية اللي المواطن بيهتم فيها. المواطن الآن بحاجة إلى خدمات حكومية، بحاجة إلى وظيفة، عيش كريم، سكن كريم، بحاجة إلى مؤسسات، مستشفيات تعمل. فالآن الحكومات أمامها حلين، أنا ما بفرق ما بين الدول العربية، ما بين دول اللي صار فيها ثورات واللي ما صار فيها ثورات. أنا برأيي في دول غيرت بسبب الثورات اللي حصلت، وفي دول أعطيت مهلة إضافية لكن العوامل الداخلية لكلها موجودة نفسها، أعطيت مهلة إضافية للإصلاح. ذكرت في كثير من غيروا إلا غيرتم. أتخيل المشاكل اللي عندنا الأساسية، الشعوب العربية الآن وصلت لمرحلة صارت الطالب بهاي الحقوق. المشكلة اللي عم نتكلم عنها الآن إنه البطالة، الأعمال، العمل الحكومي، هذه كلها مؤسسات غير مؤهلة وغير كفؤة في العالم العربي بكافة أشكالها، مع وجود طبعا بعض المؤسسات البسيطه اللي نجحت في بعض الامور، لكن بشكل عام لما نتكلم عن النظره للمستقبل شو الامور اللي ممكن نغيرها، يجب اولا انه نتكلم عن الاصلاح السياسي، وطبعا مهم جدا، لكن ما يتحول الاصلاح السياسي، ما تتحول الديمقراطيه لاليه للوصول للحكم وليست اليه حكم. الخوف الان انه الكل بيتكلم عن الديمقراطيه لانها اليه للوصول للحكم، لكن هذا الأشخاص اللي رح يوصلوا الحكم بهذه الديمقراطية رح يستخدموا الديمقراطية كآلية حكم. هذا الخوف على مستوى السياسي. لكن على مستوى الاقتصاد اللي احنا بنشوفه ورأيي من ناحية كيف يصير التغيير الفعلي، نحن بحاجة لمؤسسات حكومية. المؤسسات الحكومية يجب أن تتوقف عن فكرة التوظيف كموظف اجتماعي، وعشان تكون مؤسسات التوظيف فيها هدفه تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز القبليات وتعزيز، يجب يكون التوظيف على أساس الكفاءة. كل الدول اللي نجحت اقتصاديا ركزت على الكفاءة في التعيين، ركزت على محاربة الفساد. أكبر عدو للدول العربية الآن هو الفساد اللي هو مرتبط بالإصلاح السياسي والتمثيل، لكن الفساد هو الأكبر مشكلة، وهذه المشكلة اللي يجب أن تكون أول دولة، أول الحكومات العربية اللي ابتدأت الآن يجب أنها تواجه الفساد، تواجهه بطرق مؤسسية وبطرق غير قابلة للرجعة عنها وبشكل شفاف جدا. يجب تخفيف القيود على قطاع الأعمال وفصل النهج السياسي عن قطاع الأعمال، فإما الإمارة وإما التجارة. فلازم يكون في نوع من أنواع الفصل اللي يكون فيه شفافية، حكومات تنفيذية قادرة على تقديم هذه الخدمات. هاي مو سهلة جدا لأنها بتحتاج لبناء مؤسسات، وهي المؤسسات بحاجة لكفاءات بشرية، بحاجة لإعادة تدريب الموظفين الحكوميين. فعندنا فترة طويلة من حتى بناء مؤسسات وكفاءات، حتى مع وجود النية الإيجابية. شكرا. فهذا رأي توجه الرئيس. شكرا دكتور ياسر. دكتور جواد، أحببت التعليق هنا. أعلق على نقطة مهمة جدا، وهو كثرة الحديث الآن عن بروز ظاهرة الاقتصاد الإسلامي. يجب أن نميز بين أمرين، بين فكر اقتصادي إسلامي يمهد للمستقبل، وبين ما يسمى بظاهرة المصرفة أو الصيرفة الإسلامية، وهي زيادة الأصول اللي هي بالأوراق المالية حسب الشريعة الإسلامية. يعني بمعنى أنه مجلة الإيكونومست من فترة أصدرت نوع من التقديرات، قالت بأن حجم الأصول الإسلامية سوف يزيد من حوالي مليار، من حوالي ألف تريليون دولار إلى حوالي 3.3 تريليون دولار في عام 2020. إذا صح هذا الكلام، طبعا هذا بفسرنا ليش البنوك الأجنبية الآن بدأت تفتح شبابيك إسلامية زي دوتش بانك ولا بانك أوف أمريكا وغيرها من البنوك الكبرى في العالم. لكن السؤال الآخر هو، هل هنالك فكر اقتصادي إسلامي، خاصة وأن كثيرا من الحكومات سيكون في إما فيها مشاركون من الأحزاب الإسلامية أو يترأس أحزاب إسلامية، أو أنها ستكون متأثرة بمعارضة قوية جاية من الأحزاب الإسلامية؟
إذا نحن أمام خيار، إما أن يكون هذا مناسبة لخلق ما يسمى التناغم الاجتماعي اللي احنا نبحث عنه، لأنه إذا كانت هذه إذا كان المطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الاقتصادات العربية مستقبلا، هذه قد تكون نقطة في حالة عدم تبلور المفهوم، ستكون نقطة خلاف وجدلية كبرى، وستضعنا في محك ومواجهة أمام الاقتصاد العالمي وأمام اقتصاد أنفسنا. لذلك أنا في رأيي أنه بسوى الآن أنه نجلس ونفكر في هذا الموضوع، ما هي الحدود الممكنة للاستفادة على الأقل مش بس فقط من الجوانب الإسلامية الاقتصادية والمالية، إنما أيضا من الجوانب الخلقية فيما يتعلق بالبيئة، فيما يتعلق بالتجارة، بأخلاق التجارة، بأخلاق التعامل، بضرورة مثلا إنشاء بعض المؤسسات زي مؤسسات الوقف أو صندوق الزكاة أو صندوق الحج كما هي ماليزيا، وأن ننظر إلى تجربة تركيا وتجربة ماليزيا في هذا الإطار، لأن هاتين التجربتين تستحقان أن ينظر إليهما. كيف استطاعت هذه الدول وأنه فيها حكم يسمى حكما إسلاميا، لكنها استطاعت أن تتفاهم مع العلمانيين وأن تتفاهم مع أوروبا وأن تجد لها في هذا العالم مكانا. إذن أمامنا تجربة يجب أن نتقيد فيها وأن نبحث عنها وندرسها ونحاول أن ندخلها تجنبا لأي إشكالات قد تحصل في المستقبل. شكرا على إسارة النقطة. بسرعة تفضل دكتور بشير. فقط هي فكرة وجيزة تتعلق بتفعيل اتفاقيات العربية وفي الجانب الاقتصادي والتجاري وعلاقتها بالربيع العربي. حقيقة أنه كثير من الصعوبات سابقا فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي العربي كانت جراء الخلافات السياسية بين الدول العربية، وأعتقد أن مسؤولي الجامعة العربية سابقا يعرفون هذا، كيف أن اتفاقيات التجارة العربية الحرة توقفت وتعثرت، والبنك الدولي كان في آخر تقرير له قال بأن المغرب دول المغرب العربي تفقد من 2 إلى 3 نقاط على سلم النمو جراء عدم تطبيق اتفاقيات اتحاد المغرب العربي. فكيف باتفاقيات الاندماج العربي؟ فحقيقة يعني لو الربيع العربي سمح لنا بإزالة هؤلاء وأولئك الذين وقفوا لسبب أو لآخر أمام تطبيق برنامج الاندماج الاقتصادي العربي، هذا كثر خير الله سبحانه وتعالى، هذه فاتحة خير. حتى لا يكون كلامنا السابق يعني تشاؤمي، هناك مساحات للتفاؤل كبيرة، وعلى رأس هذه المساحات هو تحرير مشاريع النمو والتنمية العربية القائمة على الاندماج والتكامل. شكرا شكرا. ربما ننتقل الآن إلى تعليقات وأسئلة من الحاضرين، وفي طبعا في النهاية أو قبل النهاية دولة الرئيس فؤاد سنيورا سيعطي تقييم ربما بعد الحضور، لأن ربما لديك تعليقات على ما يقول الحضور إذا بتسمح هيك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في جلسة الصباح وفي هذه الجلسة المخصصة عن الاقتصاد سمعنا من بعض المتحدثين أن دول النفط هي في منأى عن التغييرات السياسية والاقتصادية. أنا ودي أذكر الحضور في البداية في عام 2007 بلغت أسعار النفط في منتصف 2007 148 دولار. في عام 2009 وصلت أسعار النفط 37 دولار. أسعار البتروكيماويات حصل فيها تذبذب كبير، انخفضت بعض الأسعار أكثر من 70%. أي حالة دبي وما حدث لدبي واقتصاد دبي في العام 2008 و2009 حالة ماثلة أمامنا. في اعتقادي أن دول النفط ليست بعيدة عما يحدث على المستوى الاقتصادي، ولكن أين الخلل بالنسبة للدول العربية؟ أعتقد الخلل يتمثل في 3 عناصر أساسية. غياب برامج الإصلاح الحقيقية. كثير من الدول العربية تقول إحنا لدينا برامج إصلاح، ولكن مع الأسف يعني ليست برامج حقيقية، والسبب أعتقد أنه للسياسيين الذين يضعوا هذه البرامج ومن ثم يتقاعسوا عن تطبيقها. النقطة الثانية والمهمة طبعا موضوع الفساد. موضوع الفساد، الأخوة أشاروا إلى موضوع الفساد، وهذا موضوع جاد، فنحن دائما نتكلم عن الفساد ولكن لم نحصر ما هي النتائج الوخيمة على البلدان العربية.
تغيب الليبرالية الاقتصادية. الليبرالية الاقتصادية غيبت يا أخوان في الدول العربية. لو كان لدينا ليبرالية اقتصادية حقيقية ما كان حالنا في هذا اليوم. أنا لم أسمع من أحد الإخوة اليوم اللي على المنصة ما حد تحدث عن الأزمات المالية العالمية. إحنا مررنا بأزمتين في 2008 وقبل 3 أشهر مرينا بأزمة، وهناك أزمة كبيرة جدا قادمة. وإن كان لدينا ربيع عربي، ولكن كيف لنا أن نتعايش مع هذه الأزمات الاقتصادية القادمة؟ آمل أن نسمع إجابة على هذه التساؤلات، وشكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا. ممكن عفوا ممكن للسائل يعرف عن نفسه وشكرا. يوسف الميمني من المملكة العربية السعودية. شكرا. شكرا دكتور محمد نعمان جلال من مصر. نعم. طبعا أنا سمعت كثير من الشروحات الطيبة للإخوة على المنصة، ولكن أود أن أسأل سؤالين. الأول، ماذا عن وضع الجزائر في ثورات الربيع العربي؟ الثاني يتعلق بالأستاذ جواد عندما أشار إلى التجربة المصرية والتجربة التونسية في التنمية وأن مستوى التنمية كبير. هذا صحيح، ولكن الذي فقد في الكلام سهوا ربما أن عائد هذه التنمية خصص إلى نخبة صغيرة للغاية، وبالتالي أضعفت الطبقة المتوسطة بالضرائب والبطالة والفساد والفقر، حتى أن مصر معدل فقر 45%، فهذه ظاهرة خطيرة جدا. بينما الشخصيات التي استولت على الثروة بات عندها مليارات. فأرجو بس هذه النقطة. شكرا. 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 تفضل هناك. نعم. نعم. أحلام اليعقوب من المملكة. أقرب الميكروفون إذا ممكن. أحلام اليعقوب من المملكة العربية السعودية. ما لفت انتباهي في حديثكم أنكم علقتم الأزمة الاقتصادية على السياسات العربية، بينما السياسات العربية لم تختلف ولم تفرق معنا إلا في السنة هذه، كانت مستمرة على مدى 20 عام السابق، وعلى النمط الجغرافي لم تتغير جغرافية الدول العربية ولم يتغير اقتصادها، فنحن نعتمد على البترول ونعتمد على الغاز بالإجمال وعلى الصادرات والواردات. لم تعلقوا على الدخل الخاص بنحن أفراد الشعوب، رغم أن العولمة هي من صنعت هذه الفجوة الاقتصادية، فلم نرى الآن الطبقة الوسطى. الكل يبحث عن الكمال، سواء كان بمقتنياتنا الشخصية، سيارة، جوال، المنزل، غيرها من الأمور، هي من صنعت هذه الفقاعة على ما يقول الاقتصاديون أو الفجوة الاقتصادية. فما هو تعليقكم؟ سؤال الرابع. تفضل. ست. هنا ممكن. مساء الخير. هنا. السلام عليكم. غال منيرة الغامدي من المملكة العربية السعودية. يعني رفض الظلم والقهر والاستبداد هذه غريزة بشرية، لكن حتى تحقق هذه الثورات يعني الغرض أو الهدف منها وهو التنمية، النتائج المرجوة اللي هي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تتحول إلى يعني مجرد يعني هدف إزالة النظام، أو كما حدث في بعض الأنظمة يعني استهداف شخوص النظام، ويعني والتعامل معهم بطريقة لا تمت للإنسانية يعني بصلة، يعني كانت بعيدة عن أدمية وبشرية الشخوص هذه. السؤال هو يعني مستقبلي، ما هي الآليات والبرامج اللي يمكن من خلالها توعية الشاب أو المواطن العربي بأهمية التغيير الإيجابي للتغيير الإيجابي بحد ذاته، وليس لأجل إسقاط النظام أو يعني شخوص النظام؟ هل يمكن أن الدول العربية مع بعضها تجتمع، لأنه الهم واضح أنه مشترك في يعني في تنمية الثقافة هذه لدى المواطن العربي بشكل عام؟ هل يعني حتما الحلول هذه يجب أن تكون سريعة، لأنه يعني ما في أحد يعني معفي أو محصن ضد هذه الثورات؟ إحنا الآن بدينا وعندنا 22 دولة عربية، يعني ما ندري من القادم. شكرا. هناك. شكرا. نعم. سؤال للدكتور جواد.
نعاني الآن قبل الربيع من التعامل البنكي بين الإسلامي وبين العائدي أو الربوي، هل سيظل هذا الاختلاف بعد الربيع؟ شكرا. شكرا. سؤال أخير هون، تفضل. السلام عليكم. قبل الأخير الأخير هون بالصف الأول، تفضل. السلام عليكم، صوتي مسموع؟ تفضل. طيب، أنا اسمي عبد الله الدرين، مستشار إداري. صوت اسمي عبد الله الدرين، مستشار في العمل المؤسسي. السؤال اللي عندي، كيف نوازن بين قضايا التوطين وما بين الاستيطان، وأقصد بالاستيطان هنا اللي هم الجالية العربية في دول أخرى؟ نعم، شكرا. سؤال أخير هو بالصف الأول. كان الأولى أن يكون عنوان هذه الجلسة اليوم ماذا عن الخريف الاقتصادي العربي بعد ما حصل في مصر وليبيا وتونس واليمن، وما يحصل في سوريا من خراب ودمار ووقوع أكثر من 4,000 شهيد في سوريا خلال الأشهر التسعة الماضية. إن واقعنا العربي يستدعي الصحوة والانتفاضة ومواجهة التحديات الخطيرة في أقرب فرصة ممكنة وقبل فوات الأوان. شكرا. بس تعريف عن نفسك. هشام اقتصاد. لا للجمهور. للجمهور. هشام اقتصاد باللبنان. نعم، شكرا. طيب، السادة المشاركين، اختيارا اذا هيك باختصار اجابات على بعض الاسئله اللي كلنا سمعناها والمتنوعه، بعدها يعني لا يمكن تغطيه جميع الاسئله، بس تفضلوا من اليسار. الاستاذ يسار باختصار اسمه. يعني بس انا تعليق على موضوع السياسات الاقتصاديه اللي في الدول اللي تعتبرت ناجحه بالاقتصاد الكلي، معايير الماكرو ايكونومكس. يعني في كثير دول عربية فعلا انتهجت سياسات اقتصادية جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي، وصار فيها تحسينات وتطويرات في السنوات الماضية. لم تترجم هاي التحسينات على الاقتصاد الجزئي والأفراد. يعني صار في أحد كتاب الأعمدة اللي قال إنه في المواطن العربي حتى يكون مواطن مرتاح في حياته يجب أن يكون مواطن ماكرو، يكون مواطن كلي، لأنه هذه فعلا الأرقام الكلية اللي بنشوفها بس ما عم توصل للأشخاص. هذه أرجع لنفس موضوع كفاءة العمل الحكومي. المؤسسات الحكومية هي المسؤولية أولاً وأخيراً عن أولاً مكافحة الفساد وتحسين وتقديم الخدمات الحكومية. إحنا العمل الحكومي فقد أهميته في العالم العربي، أصبح موظف اجتماعي في كل العالم، بيسموها civil service، الخدمة المدنية. فقدت كلمة الخدمة المدنية معناها، ما في الموظف الحكومي ما عنده منهجية الخدمة المدنية. التعيينات في الحكومة ليست على أساس الكفاءة بل على أساس أسس أخرى، فما عندنا الموظف الكفؤ في الحكومة. إذا ما أصلحنا جهاز الحكومة وآليات العمل الحكومي، كل الأمور الأخرى حتكون شعارات، لأن الحكومة هي الجهاز اللي بيوصل